صلي عن النبي العربي محمد رسول الله إلى كل البرية. صلي عن النبي العربي محمد رسول الله إلى كل البرية. خدوني في السجن وضحكوا عليا، عملت ايه عشان يغدروا بيا؟ حسن الهلالي، حسن الهلالي. حسن الهلالي لما يكون عايز يعيش بيعيش، مادام يحب ياسمينة، مادام يحب ياسمينة، لو عاشت معاه على خيش. والهلالي الهلالي 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 لما يا سيدي لما هنقعد ساعة نقول ليه ليه ليه؟ ما تيجي نشوف. لا 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 لا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا حسن يا هلالي. جمعا ان شاء الله، جمعا ان شاء الله يا صول محمدي. انا زعلان منك يا صول محمدي. ليه خير يا حسن؟ ما تجيبش كده تصلي معايا صلاه الجماعه. ما هو المشكله في صلاه الجماعه دي يا حسن، لما صليت معاك الجماعه عجبوني. عجبوك؟ اه. ناس الظلمه دول ليهم يوم، ليهم يوم يا محمدي. حسن يا هلالي، انا اتعلمت منك حاجات كتير قوي، اوعى تسيب روح الانتقام تتملك منك. ده لازم تتملك مني، لازم تتملك مني. انت ما تعرفش الناس دول عملوا فيا ايه؟ جعفر وشاهين الكلب، الاتنين مضوا على الورقه بايديهم الشمال عشان ما اعرفش خطهم. غير كده بقى يا سيدي، بدران هو اللي حبسني هنا طبعا، وشاهين الكلب اتجوز الجماعة بتاعتي وبهدل الجماعة آخر بهدلة. بس أنا سمعتك مرة وانت نايم عمال تقول بدران بدران، انت كنت تقصد بدران رئيس الأمن في المملكة؟ لا 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 طبعا، انا مالي وبال بدران رئيس الامن، انا اكيد كنت بردان، عمال اقول بردان بردان من البرد يعني، مش ايوه فهمت فهمت يا حسن. لو بردان بقى كنا جبنا لك بطانيه من محلات الهدى والنور. طب ما دام بقى هتجيب من الهدى والنور خليك شاطر، ها، وقول لهم دي عشان حسن الهلالي هيدوها لك ببلاش. لا اذا كان كده يا انت المتغطي بيك عريان. والكلام ده عجبك يعني؟ اه عجبني قوي الكلام ده، كلام بديع. بديع والعريان مع بعض، انت اللي قلت انا ما قلتش يا عم. ايه ده؟ يا نهار اسود، تشريفة دلوقتي. تشريفة؟ اه انت اللي قلت انا ما قلتش. السيد بدران رئيس الامن في المملكة. ازيك يا حسن يا هلالي؟
اهلا يا بدران. بدران حاف كده؟ مفيش انكل بدران؟ واقول لك انكل ليه وانت جوز اختي يعني؟ وبعدين انت اساسا السبب في حبسي هنا يا بدران. مش انت راجل مؤمن؟ الحمد لله. يبقى انت اتحبست هنا عشان من اعمالكم سلط عليكم. يا سلام، من اعمال انا ولا من اعمال كنتوا اللي انا اتسطرت عليها؟ ما تصلوا على النبي يا جدعان، في ايه الكلام ده؟ تضحك بيه على الناس اللي ماشيه في ظلك يا حسن يا هلالي. مين دول اللي ماشيين في ظل؟ دول ماشيين في ظلك انت، انت اللي اساسا كنت من زمان طبعا في السلطه. يا سلام، وايه اللي في ايدك ده؟ ده رغيف فرنساوي في سجون بدران، ده اكيد في تمويل من الخارج. لا تمويل من الخارج ايه؟ ده الرغيف ده بعتهولي واحد صديق مؤمن. يعني مؤمن؟ مؤمن مش بتاع مخبوزات، مؤمن بتاع سندوتشات. يا سول محمدي. ايوه يا فندم. اقبضوا عليه. سلم نفسك يا هلالي. يا هلالي، ما انا محبوس، انا في السجن اساسا. صحيح، ما هو محبوس في السجن، انتوا هتنرفزونا ليه؟ السيد جعفر شهبندر التجار. كله تمام يا بدران؟ محبوس؟ امال ايه القلق اللي حاصل بره ده؟ طول ما بدران في السلطة كل شيء تحت السيطرة. ازيك يا هلالي؟ اهلا اهلا، احسن منك على الاقل، مش عايش قلقان ومتوتر وطول الوقت حاسس ان ناس هيجوا يقتحموا بيتي. انا مش قلقان، اللي ناشر الحكاية دي هو شاهين، الظاهر ان الجماعة بتاعتك قلقاه ولا حاجة. شاهين الكلب، شاهين الكلب، انا لو شفته هقتله هقتله. اثبت عندك، قال شاهين الكلب؟ مش ده يعتبر سب وقصف؟ ده سب وقصف وتهديد بالقتل كمان. يا سول محمدي. ايوه يا فندم. اقبضوا عليه. سلم نفسك يا لالي. ما تطلع شهادة انك عبيط وخلاص يعني. ما انا في الحبس، انا مسجون، انا مسجون، انا اهو في السجن، اهو سجن اهو وفوم وكله. ايوه في السجن. ما هو في السجن يا جدعان فعلا، في ايه؟ السيد شاهين. شاهين الكلب؟ لا، شاهين محمد عليوه. خليه يتفضل. ازيك يا بدران يا اخويا؟ ازيك يا جعفر يا حبيبي؟ مفيش ازيك؟ دورك لسه جاي يا حسن يا هلالي. شاهين الكلب، سيبوني عليه، سيبوني عليه، سيبوني عليه، سيبوني. ما احنا سايبينك، حد جه جنبك. ماشي. ها، مرتاح هنا يا حسن يا هلالي؟ مرتاح، احسن منك. على العموم انا مرتاح قوي مع جماعتك من ساعة ما اتجوزتها. ده على صنية بطاطس ولا السكالانس؟ اقسم بربي عليها رغيف حواوشي عمري ما اكلته بره. عملت لك مزاليكا؟ ايه؟ لا. اصيلة يا ياسمين، اصيلة. اتطمنت انه محبوس؟ ما كنتش هتطمن غير لما اشوفه بعيني. يا سول محمدي. ايوه يا فندي. اقبض عليه. ما تسلم نفسك يا لالي. تعال اقبض عليا، تعال. هتوديني فين؟ كوكي بارك يعني؟ ما هو على فكره انتوا خنقتوني يا جماعه، والله ما هو محبوس اهو. عموما الظالم له يوم. الظالم له يوم. الظالم له يوم.